السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام، معكم حسن من مدينة مكناس. تعرضنا لواحد العملية ديال النصب من طرف واحد الشرديمة. هاد المنصة كنا دخلنا بها بواحد رأس المال على أساس أننا نديرو التجارة الإلكترونية، تنقدموا واحد الطلبات وكنتخلصوا عليهم. من بعد دخلنا بهاد رأس المال هذا، طمعوا الأولين كانوا تيسحبوا الأموال ديالهم، شوية بداو تيديروا العلقلة، تيقول لك لا البنوك عندها السيستيم بلوكي، بقاو غاديين بينا هكاك، بقاو الناس تيشكيو تيديروا شكايات ليهم على اساس انهم يطلقوا لهم فلوسهم. شويه واحد النهار تصبح داك السيت مسدود، داو الفلوس داو الرباح، رزاو الناس بزاف. الناس تعرضت لهذه العمليه ديال النصب. الناس اللي دخلوا للتطبيق تقريبا ازيد من 20,000 واحد مغربي من شتى بقاع ديال المغرب، كازا الرباط مكناس فاس، يعني من المدن كامله. كاين اللي حط 5 مليون، كاين اللي حط 10 مليون، كاين اللي حط 55 مليون. واحد السيد على ما سمعت، انا متاكدش من الخبر، انه توفى مسكين بالصدمه. واحد عندنا خلاص في مدينه مكناس مسكين، قوت ما داو له فلوسه، تحرق مسكين في يديه ورجليه، قوت بالانسان تبقى مشوش. الله ياخذ الحق وصافي. انا كضحيه مشات لي 8000 درهم. واحد صديق مسكين اللي بقى فيا بزاف، عندهم كريديات مسكين، شاري الدار بالكريدي وحط تقريبا شي 5 ديال المليون، على اساس مسكين قبح الله الفقر، على اساس مسكين ان ديك الفلوس بغى، حيت هما طمع لي طمع عباد الله انهم تيربحوا واحد الارباح خياليه. السيد هذا مسكين بقوه ان فيه الكريدي والفقر، حط هذيك الفلوس ديالو على اساس انها غتنمى بسرعه ويخلص مسكين الكريدي ديالو. صدق لا على حساب راس المال، كاين اللي داخل ب 100,000، كاين داخل 5 مليون كما قلت مسبقا. الارباح اللي غيربحهم من 5 المليون ماشي هو اللي غيربحهم من 500 درهم، ماشي هو اللي غيربحهم من 10,000 درهم. المهم تقريبا الا درتي 10,000 درهم كتولي تربح في النهار، كتولي تربح تقريبا 350 درهم حتى 400 درهم اللي كتربح في النهار. وانت غادي كون ما طلع راس المال ديالك كون ما كتربح بزاف. يعني ما جاوش الناس كيجمعوا ويردوا فلوسهم ولا سدات. شكون اللي رد فلوسه؟ ردوا فلوسهم هذوك الناس الواله اللي دخلوا في، حيت هذه دابا تقريبا هذه واحد 3 شهور باش فتحات هذه الابليكاسيون هذه، كان بداوا الاعلان ديالهم عبر الفيسبوك. هذوك الاولى اللي دخلوا في هذا الوقت هذا كانوا سحبوا بعض الاموال، كاين اللي سحب الاموال ديالو كامله بقى خدام غير بالربح، وكاين اللي سحب غير شي شويه. المهم حنا صدقنا هذا الشيء، علاش؟ بزاف ديال الحوايج اللي خلتنا نصدقوا ندخلوا فيها. اولا شفنا الناس كيسحبوا الاموال ديالهم، وهذه هي الحاجه اللي لعبوا عليها، طمعوا الاولين عطاهم الفلوس باش الناس يزيدوا الناس. ثاني حاجه راه ما دخلوش فيها الناس غير الفقراء، راه دخلوا فيها الناس اللي هما يعني كادر في الدوله، كاين اللي دخل المحامي، كاين العدول، كاين رجال الشرطه، كاين العسكر، هادو كاملين كانوا دخلوا في هذه الابليكاسيون. علاش دخلوا فيها؟ لان هاد الناس هادو هاد النصابه حطوا الوريقات، كانوا دايرين واحد الجروب في التليجرام وحطوا الوريقات ديال الشركه على ان على اساس ان هذه شركه قانونيه. وكنا تنفيرسيو الفلوس في لي كونت ديال شباب مغاربه، يعني ملي غتشوف نتايا لي كونت فيهم الاسماء ديال المغاربه فاش كتبغي تعبئ مثلا الكونت ديالك، وكتلقى الناس داخلين يعني فاهمين في القانون وداخلين، راه بطبيعه الحال راه غادي تدخل، غادي تثق وغادي تعطي فلوسك. مشينا عند السيد وكيل الملك، قدمنا واحد الشكايه اللي حلنا الله يجازيه بخير، بعدا تنشكرو من هذا المنبر هذا. استقبلنا واحد الاستقبال جيد، هضر معنا مسكين فهمنا، وحلنا على الشرطه المختصه في الجريمه الالكترونيه اللي بطبيعه الحال دلينا لهم بالاقوال ديالنا بداك الشيء، كيفاش كنا كنخدموا من فهاد المنصه هذه، كيفاش الارباح، كيفاش كنا كنسحبوا الاموال، كيفاش كنا كنعبوا الاموال ديالنا، كيفاش داو لنا هاد الفلوس هذه، كل شيء عطيناه للشرطه، عطيناهم الاسماء ديال الناس اللي كنا تنفيرسيو لهم في لي كونت ديالهم. وان شاء الله احنا عندنا الثقه كبيره في الامن ديالنا انه يردنا الحق ديالنا، لان الناس مساكن راه تظلمات، الناس تقهرات. بزاف ديال الناس مساكن دخلوا على اساس انهم كما قلت مسبقا، وكما قال علي رضي الله عنه، لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني الناس مساكن بسبب الحاجه انهم دخلوا لهاد، انهم دخلوا لهاد السيت هذا. واش كاين سي حسن شي ناس اللي العواقب ديال السيت ضرهم الحياه ديالهم ولا الحياه؟ طبعا طبعا كاين مثلا واحد المراه مسكينه طمعوها، عندها راجلها مسكين غير خدار ولا ما عنده واحد الخدمه مسكينه على قد الحال، كي ريزيرفي واحد شويه ديال الفلوس على اساس انه يشري ابارتومون ولا يزيد في الحيز ديالو شويه لقدام، حط واحد 5 ديال المليون. هزاتها قالت مسكينه غادي نحط هاد 5 المليون في واحد الشهر، غادي نرد هذيك الفلوس نحطها لراجلي وغادي نكمل انا التجاره ديالي. مسكينه حطت ديك 5 المليون داوها لها،
دابا هاد المرأة هادي لا عاق بها راجلها، تقدر تكون معرضة للطلاق، تقدر يضربها راجلها، يدخل ينفاعل، يقدر يقتلها. هاد الناس هادو داروا واحد الجريمة ديال النصب، وداروا على واحد الناس اللي يقدر موراها ينتج جرائم ديال القاتل، ديال الطلاق، بزاف ديال الحوايج. هاد الناس هادو ما عندهمش ضمير، ما عرفتش أنا كيفاش تيفكروا هاد الناس هادو. نصبوا على إخوانهم المغاربة، الله ياخذ الحق. وكنتمنى من الشرطة ديالنا، مازال تنقولها تنعاودها، أنهم يوقفوا معانا، يوقفوا مع هاد الناس هادو، ردوا لهم حقهم لأنهم مظلومين. كنوجه رسالة لجميع المغاربة، كبيرهم وصغيرهم، كلشي اللي قاري واللي ما قاريش، ما تحط رجليك في واحد الحاجة تتعرفها مزيان شنو هي. كمثال، من بعد ما نصبوا علينا هاد الناس هادو، دخل عندي واحد الصديق من الناس اللي منصوب عليهم في داك الجروب انا ما تنعرفوش. المهم قال لي واش دخل في واحد المنصة اخرى راه هكا معقولة كذا كذا، دارها واحد السيد مهندس مغربي، سيد ثقة كذا. المهم مشيت معاه درجة بدرجة. المهم صيفط لي الليان ديال هذيك المنصة، دخلت سجلت فيها، ما حطيت فيها حتى ريال. قلت له اعطيني معلومات، عطاني واحد المعلومات سطحية. المهم دخلني للجروب في كاين داك السيد تيشرح للناس مثلا اللي عنده شي مشكل تيشرح له هادي. دخلت للجروب، المهم بقيت واحد اليومين تنسامع الاوديويات وشنو داير تما في داك الجروب. هاد السيد هذا طالبته، طرحت عليه واحد الأسئلة اللي هي منطقية، أنا غادي نستثمر الأموال ديالي، يعني خصني نعرف هاد المنصة هادي وهاد الشركة وهاد السيدة اللي دايرة هاد الشركة ودايرة هاد الشيء هذا، واش فعلا عنده هاد الشيء حقيقي قانوني أولا دخلت هو باش ينصب على عباد الله. طرحت عليه هاد الأسئلة، وهاد الأسئلة كانت يعني قانونية، يعني عطينا الوثائق ديال الشركة باش خدام، عطينا البروجيات فين غنستثمروا الأموال ديالنا. فإذا به فاش طرحت هاد الأسئلة انفعل. دابا أنا تنصح المغاربة جميعا، حذاري من هاد المنصات، راه مازال معرضين للنصب بسبب العقول الصغيرة ديالهم، بسبب الفقر وبسبب الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استسمح.